اتهمت قيادة عمليات الفرات الأوسط من سمتهم بالمندسين بحرف مسار التظاهرة التي شهدتها النجف مساء أمس، وأسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمسة بجروح، رغم أنها وصفت التظاهرة بالمشروعة والمكفولة من قبل الدستور. الأحداث يوم أمس للأسف نتج عنها وفاة شاب إلى رحمة الله وإصابة خمسة. هنالك مجمع ومنطقة تم استهدافها مع وجود القسم الأعظم من المتظاهرين أصحاب حق مشروع وناس بسطاء يطالبون بحق مشروع ونيتهم كامل. للأسف الشديد هنالك من يستغل هذه التظاهرات وهذه العفوية ويندس بين المتظاهرين. وكان أهالي منطقة الجديدات وحي الشرطة وحي الثورة جنوب مدينة النجف نظموا تظاهرة غاضبة مساء أمس احتجاجا على تردي الكهرباء في منطقتهم الشعبية المزدحمة بالسكان، وقاموا خلالها بإحراق الإطارات وسط الطرق الرئيسية وقطعوا الطريق الواصل بين النجف والمحافظات الجنوبية. نايمين بالحر اللي كله ما كهرباء ماكو ضيج، عندك محطات هواي هاي محطة حديش ما تهنى كهرباء ماكو بالنجف، كهرباء ماكو، أريد كهرباء بالنجف 24 ساعة. قيادة عمليات الفرات الأوسط أكدت في مؤتمر صحفي في النجف أن التظاهرة تحولت فيما بعد إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاول بعضهم اقتحام حي سكني تابع للحوزة العلمية قريب من مناطقهم، متحدثة عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل وزير الداخلية الفريق محمد بدر للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. الآن أكو لجنة عليا شكلها وزير الداخلية سيد فريق محمد بدر هو الوكيل ومع مجموعة اختصاصيين من ضباط وزارة الداخلية تحقق بالموضوع. حتما التحقيق حيكون شفاف نزيه معمق لمعرفة بالضبط موضوع إطلاق النار من أي جهة صارت، زائدا موضوع الخسائر بالضبط قسم من الإصابات، وأنا أجزملكم حثة نتيجة الحجارة واستخدام بعض الآلات. الحكومة المحلية في النجف حملت وزارة الكهرباء مسؤولية ما حصل بسبب وقف العمل بشكل مفاجئ بقرار استثناء المنطقة المأهولة من القطع المبرمج بالتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وزارة الكهرباء هي اللي تحمل المسؤولية كاملة عن اللي ما حدث في محافظة النجف، واللي ما حدث يعني شغلات جدا بسيطة وغير مخطط لها، وطبعا حسب تقدير أنه لم تكن عليهم أهداف معينة أو مقاصد أخرى الهدف منها تخريب الأمن، وإنما بعث رسالة للحكومة المحلية وبدورها إلى الحكومة المركزية. ويرى مراقبون أن على الحكومة المحلية أن تتعامل بهدوء وروية مع مظاهرات مطلبية تنطلق من نفس المشكلة القديمة وهي نقص الخدمات. راجي نصير الحرة، النجف الأشرف.